هو الكلمة الأولى المؤثرة إنه ما في راحة. تفتكر إنه ما في دول فينا ممكن يحس بالراحة، لأن في ناس بيموتوا بأسوأ أنواع، يعني أسوأ نوع شباب زي ده بيموتوا بأسوأ أنواع التعذيب وأسوأ ميتة. فأعتقد إنه ما عندنا الحق نرتاح ولا عندنا الحق نحس بالراحة. فكل اللي عندنا مفروض نقدمه بأي وسيلة ما. والحاجة الثانية أنا برضو من هنا عايزة يعني أناشد كل الناس إنها تنضم للجروب بتاع المعارضة في الوسط، هو جروب مهم شديد جدا. أي شخص عنده قدرة اللي هو بملك المعلومة نمرة واحد، وبملك برضو إذا إحنا اللي هو وسيلة الاتصال بين إحنا ممكن نعمل بها أي فعاليات لقدام، هي وسيلة بتاعت اتصال فعالة، وبالتالي ممكن يكون في حوار كثير حوالين له يعني وسائل إحنا ممكن نقدم عشان ندعم بها المعارضة في الداخل. فما عايز أطيل برضو، أنا عايز أدي أشوف بحيث إنه أكبر عدد من الناس تساهم في رأي. عبد الله الفرصة عندك. السودان هو نحن عاصفين كلها، ما جس للدارفور ولا غيره ولا شيء، لأنه السودان حكومتنا ما في نظام ذاته جاري، خصوصا ما عندنا دستور في خطوط ولا في السودان. فلا كل المفكر كل يوم طيران مقتولة ودارفور وطلبة ظاهروا عايزين النظام ده ما بالصعوبة دي. أسبوعين الفاتر أمين شديد قوي اسمه محمد الوخير حاجة سواء بالنسبة وقابل دائرين لجروب كل شيء الحكومة قال عايزين يطلب فيها ويطلب مصالة نفر وتم تشريح من قبل دائرين قروش الناس دخلوا قروش الحكومة وده أصلا ده احتيال الحكومة دي خلاص ما نحن بنعمل شنو؟ أصل هو فينا قولنا تعالوا معارضة كالجاري ده هو يهز السودان وهنا عملنا إعلام بكالجاري بازك هو أستاذ تينا شغل وزملاء الآخرين شغالين الإعلام ده يعود بأصل ده هنا في لوكال والناشنال والانترناشنال وأنا ما داير طول الكلام من ديل أنا زاد بقى تكلم مع الناس إذا ما وقالوا أن إحنا الشهيد ده ممكن نخش الخطوب كل القوى المعارضة هو يخص بيها لكن للأسف إذا خشوا الخطوب اللي هو في الحقيقة هينوب منه لأنه الجيش السوداني مفروض يفهم الجيش لأنه لو المعارضة خشت طوالي الناس هيموتوا كثير ودايرين يشوفوا السوليشن كيف. هنا هنا نقول كل الاخوه والاخوات نحاول بجهودنا بجهود الصعبه عشان زوجها كويس ومساعد لكن ده يعني ده وحسب انت تلقى زمن اكثر من الشغل في الشارع وفي الاعلام وفي موزع حرام او تكتب الامكين بتاعه هنا ده يعني وأنا سعيد جدا كل القوى المعارضة لأسرة الشهيد وإهتمامنا والتحية للعموم القومي وده شهيدنا كلنا ما بنسبهم لكل الشهداء وأستاذ التحية للأستاذ عبد الواحد محمد بن هو المناهي حصة حاليا في باريس وهو شغال جدا معنا وبارز شغل السودان جاي جديد كلها أي زول يأخذ حقه إن شاء الله بإذن الله آخر كلامي أنا كان عايزه إذا في تنزل
فيها مشكلة. حاولنا إن ممكن نرسل ثلاثة أربعة وفود يشاركوا مع اليون مع اليوس عشان تلقي دائما مصيبة. وشكرا لجزاهم الله خير. Daarvoor.